كده، ولسه ما يعني ما لهوش في التكنولوجيا قوي، او مش عارف هاو تو ستارت. يعني انا نفسي ما كنتش عارف هاو تو ستارت ذس يعني، بس بركة المحبين يعني ساعدونا، والخدام ربنا عوضهم. فيا ريت بعد النهارده هيكون لك خبره كويسه ان انت تقول لاصحابك وحبايبك ان هم يبقوا كونكتد معانا خلال الفتره ديت، اللي كلنا بنصلي ان ربنا ينهيها على خير. زي ما كلنا عارفين النهارده حد السامريه في احد الصوم المقدس، ودايما بنقول على هذا الحد انه قصه توبه جميله، والجمال اللي فيها ان ربنا هو اللي بيبحث عن الخاطي. يمكن الحد اللي فات، حد الابن الضال، الابن بعد ما ضل وبعد ما تعب هو اللي راح يدور، لكن وهو اللي رجع لابوه ولقى طبعا ابوه منتظره. لكن هنا الحقيقة النهاردة بنشوف ان السيد المسيح نفسه، الله المتجسد نفسه، هو اللي بيدور على الخطاة، هو اللي بيدور على الخطاة. هنبدأ مع بعض نقرأ الإنجيل، هو يمكن إنجيل طويل شوية. هنطلع مع بعض من كوبتيك ريدر، يوحنا الإصحاح الرابع من عدد 1 لعدد 42، تقريبا طول كل الإصحاح من في هذه القراية. هنقرأ مع بعض. ممكن برضو لو في حد انجلش سبيكر يتابع معانا بالقرايه الانجلش. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من صفر من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الرابع، بركته مقدسه فلتكن معنا امين. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذا أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع اعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إليها هنا. أجابت المرأة ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي فيه أن يسجد فيه. فقال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا.
قالت له المرأة: وأنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي. فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكان يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد بماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا، إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه: يا معلم كل. قال لهم: إن لي طعاما لآكل لستم تعرفونهم أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد بيضت للحصاد. والحاصد يأتي ويأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. وأنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به في تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. والمجد لله دائما أبديا آمين. ربنا يعطي نعمة وبركة للمتكلم وللسامعين. إنجيل السامرية يمكن كلنا يعني شبه حافظينه من كتر ما إحنا بنستمتع به، ومن كتر ما إحنا بنتأمل فيه وبنحس إن هو فعلا بيمثل قصة توبة حقيقية. ويمكن من حكمة الروح القدس إنه لم يذكر اسم المرأة السامرية، لأنه بيمثل نفسي ونفس كل واحد فينا، يمكن بيمثل كمان العالم كله. ويمكن ده يخلينا نربط موضوع السامرية بالأحداث اللي بتدور حولنا دلوقتي. العالم كله دلوقتي مشغول ومضطرب وتعبان، و كل خايف من الكورونا فيروس، كل خايف من الإيكونومي اللي بيقع، كل خايف إيه اللي هيحصل بكرة. وعدم معرفتنا للمستقبل والغيب مخلي الإنسان في حيرة وقلق، ومخليه كده في حالة عدم اتزان. يمكن لو ادينا يعني اسم علشان نربط النهاردة أحداث النهاردة بالأحداث اللي بتحصل حوالينا، نقدر نسمي الأحداث دي مواجهة مع النفس. نسمي النهاردة الكلام مواجهة مع النفس. يمكن ربنا سمح إن هو يتقابل مع السامرية، وهنشوف دلوقتي هو خلاها تتواجه مع نفسها وكان إيه رد فعلها. يمكن ربنا سمح برضو بالوضع اللي العالم كله فيه والقلق اللي العالم كله فيه، علشان العالم يتواجه مع نفسه، وعلشان نعرف إحنا قد إيه بعدنا وقد إيه نسينا وجود الله. يمكن للمؤمنين ويمكن للمتواجدين في الكنيسة في ناس قديسين بيشفعوا فينا وبيصلوا عنا، لكن يمكن برضو في ناس بيحضروا الكنيسة وهي قلوبهم بعيد عن ربنا. فما نقولش لا، ده العالم اللي برا، الرسالة دي للعالم اللي برا مش لينا إحنا بس. إحنا ممكن هي موجهة لكل واحد فينا، موجهة لكل واحد فينا. علشان نبدأ ونربط ما بين الأحداث ديت وما بين اللي حصل مع المرأة السامرية، لازم نعرف إيه هم السامريين الأول. نبدأ كده بناحية تاريخية بسيطة ونشوف ربنا قال إيه عن السامريين وعملوا إيه بتوع السامرة دول. الكلام مكتوب عنهم في ملوك الثاني إصحاح 17. لما نقرأ ملوك الثاني صح 17
بيقول لك ان السامريين دول هنقول ان هم بيمثلوا العالم، عشان زي ما قلنا هنحاول نربط احداث السامريه وتوبه السامريه بالاحداث اللي بتحصل حوالينا. هنقول السامريين اللي هم العالم دول، دول الحقيقه من اصل يهودي من جهه الدم ومن جهه الديانه، لكن حكايتهم انه لما بعدوا عن ربنا خالص في مملكة إسرائيل اللي هي كانت في الشمال اللي هي عاصمتها السامرة في ملوك الثاني 17، بيحكي لنا بيقول لنا إيه؟ إن الملك شلمنصر والملك اللي جه بعده لما جم سابوا السامرة وسابوا الشعوب اللي حواليها اتسببوا في إن هم سابوا الفقراء الشعب اللي هو من شعب إسرائيل، وإن هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين بتوع شعب إسرائيل اختلطوا بالأمم اللي حواليهم عشان يعرفوا يعيشوا عشان يعرفوا يكملوا حياتهم، فكانت هذه النتيجة. لكن بصوا بقى الإنجيل بيقول لنا إيه، بيقول إيه، عمل بنو إسرائيل سرا ضد الرب إلههم أمورا ليست بمستقيمة. ده كان سبب إن السامريين وجدوا من الأول خالص، إن عمل بنو إسرائيل سرا حاجات في السر من غير ما مش باينة يمكن للناس ضد الرب إلههم أمورا ليست بمستقيمة، وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم من برج النواطير إلى المدينة الحصينة، وأقاموا لأنفسهم أنصابا وسواري على كل تل وكل تل عالي وتحت كل شجرة خضراء، وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من أمامهم، وعملوا أمورا قبيحة لإغاظة الرب، وعبدوا الأصنام التي قال الرب عنها لا تعملوا هذا الأمر، ارجعوا عن طرقكم الرضية واحفظوا وصاياي وفرائدي حسب كل الشريعة التي أوصيت أباكم بها. بصوا بقى بيكمل في بلوك التاني بيقول إيه، فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية أبائهم الذين لم يؤمنوا الرب إلههم، وكانت النتيجة أن هم اتسلموا للسبي. هي دي السامرة، هي دي اللي احنا المكان اللي جت منه المرأة السامرية. ويمكن لو حبينا نربطها بالأحداث دلوقتي، أنا يمكن لي صورة التقوى من بره، لكن يمكن قلبي سرا بيعمل أعمال تغضب ربنا، يمكن في حياتي وفي بيتي وفي مواقف الناس مش بتشوفني فيها بعمل سرا حاجات بتجرح قلب ربنا، ويمكن ده كان سبب من أسباب التعب اللي العالم كله بيتعرض له دلوقتي. الغريبة أن السامريين دول اتمسكوا بشريعة موسى، أخذوا الخمس أصفار وتمسكوا بيها، تمسكوا بأعمال الجسد قوي والمنظر الخارجي قوي، أخذوا من جبل جرزيم اعتبروا ده الجبل المقدس بدل هيكل سليمان، لقوا نفسهم مكان يسجدوا لربنا فيه، اتخذوا شكيم بدل أورشليم، وشكيم ديت اللي هي مدينة سخار الحقيقة، بيقولوا مدينة سخار ده اسم تاني لشكيم، وإن كلمة سخار معناها سكر، ناس بلد ديت كانوا محبين للسكر، محبين ان هم ينسوا نفسهم، محبين ان هم يجروا ورا العالم ورا حاجات ورا الحاجات اللي بتجذب الناس للعالم. الغريبه ان السخار دي بقى اللي هي الانجيل بيذكرها اللي هي منها المراه السامريه ديت، كان اول مكان ربنا ظهر فيه لابراهيم وهو هربان او هو رايح في رحلته من حران لكنعان. اول مكان يظهر الله لابراهيم فيه كان في شكيم اللي هي سخار، اللي هي الاحداث اللي بتتم جنبها هذه احداث الانجيل النهارده. في المكان دوت ظهر ربنا لابراهيم واداله اول وعد ان هو يكون ام عظيمه وان هو يكون ليه شعب. في المكان دوت بنى فيه ابراهيم اول مذبح للرب في سخار ديت. تاني نبص كده، أنا جسد الله وروح الله ساكن فيا، وربنا عملت معاه عهد لما اتعمدت، وكل واحد فينا بيحب إن هو يدعى إن هو إنسان مسيحي، لكن في نفس الوقت ممكن مع كل هذا المنظر الجميل من بره أكون سرا
بعمل حاجات بتغضب قلب ربنا، تكون بعمل حاجات بتغضب قلب ربنا. ده بالنسبة لسخار، بالنسبة للمدينة اللي جاية من المرأة السامرية والسامرة. تعالوا نبص مع بعض كده للمرأة السامرية نفسها، وزي ما قلت لكم في الأول إن الإنجيل بحكمة الروح القدس كده لم يذكر لنا اسم المرأة ديت على اعتبار هي كل واحد فينا. المرأة السامرية ديت عاشت حياتها في العالم، عاوزة تتبسط، كان ليها زوج واثنين وثلاثة خمسة، وبعدين لما لقيت ان مفيش فايدة في الزواج عاشت كمان مع واحد كده بدون زواج. نلاقيها خارجة في وقت عشان تملى الجرة بتاعتها، ليها مرزولة، حاسة ان هي مرزولة، خايفة من كلام الناس، حاسة ان هي وحيدة. المجتمع الشرقي دوت كان زمان لما يخرجوا الستات يملوا المية كانوا يطلعوا في مجموعات، يمشوا بقى يهونوا على بعض الطريق، كل واحدة شايلة الجرة بتاعتها ورايحين للبير علشان يملوا المية، فيمشوا يحكوا، يمشوا يغنوا، يمشوا يعني يصلوا بعض ويدوا الأمان لبعض وهم ماشيين في الطريق. لكن ديت كانت خارجة مرزولة وحيدة، نتوقع ان هي برضو كانت فقيرة، لان لو كانت غنية كان ممكن تأجر حد يملا لها المية، كان ممكن حد تأجر حد كده يجي يمشي معاها يحميها في الطريق. وطبعا كانت خاطئة. يمكن في اول زواج كنا ممكن نقول لما واحدة بتتجوز اول زواج وبعدين تنفصل عن جوزها يمكن الغلطة عند الزوج، الغلطة عند الزوجة. لكن لما الزواج يتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فده يقول لنا حاجة واحدة بس، ان الانسانة ديت كانت بلا شك كان فيه في حياتها حاجة غلط، كان فيه في حياتها يمكن سلوك غلط، كان فيه يمكن عادات غلط، كان فيه عدم اكتفاء، كان فيه عدم شبع. فنقدر كونكلود الكلام ده كله، بس طبعا من غير ما ندينها، لان زي ما قلت لكم ان هذه المرأة ممكن تكون انا او اي واحد فينا. بنسميها ايه؟ المرأة السامرية او المرأة الخاطئة. والحقيقة ده كل انسان بعيد عن ربنا، ده حال كل انسان لسه ما تقابلش مع المسيح، لسه ما تقابلش ولسه ما عيش المسيح. المسيح جه حطها في موضع ان هي تتواجه مع نفسها. كلنا حافظين النص اللي حصل، كلنا حافظين ان هو جه وقال لها اديني الاشرب، وهي الحقيقه بمنتهى الادب قالت له ان اليهود لا يعاملون السامريين، انت تطلب مني ازاي؟ وبعدين خلي بالكم المسيح عمل حاجه جميله جدا، ما حبش ان هو يحرجها ولا ان هو يحط عائق في الكلام بينه وبينها. الحقيقه المسيح خلى التلاميذ كلهم يروحوا يجيبوا الاكل عشان هو ايه؟ يدي فرصة ان هي تقعد تتكلم معاه بلا قلق وبلا احساس بالخوف. فكروا معايا كده، هو لو احنا مثلا 10 تنفار ولا ما 13 نفر دلوقتي سيد المسيح و12 تلميذ، كم واحد محتاجينه عشان يروح يشتري اكل ويشيله ويجي؟ اثنين، واحد يشيل العيش وواحد يشيل بقية الاكل، ثلاثة اربعة. لكن السيد المسيح بعت الاثناشر، بعت الاثناشر عشان هو ياخد فرصة ان يقعد مع هذه النفس البعيدة عنه ويردها اليه، يدي فرصة ان هو يحطها في مواجهة مع نفسها. مسيح يكمل بقى حواره معها لما بتقول له انت بتنفعش انك تاخد مني لان انتوا يهود ما بتحبوناش. عرفته ان هو يهودي يمكن من لغته ومن طريقة كلامه من اللهجة بتاعته يمكن من لبسه، لكن قالت له انت يهودي وانا ايه؟ امرأة ايه؟ امرأة سامرية، وانتوا ما بتعاملوناش العيب، يعني مش العيب عندنا احنا، انتوا اللي بتبصونا ان احنا وحشين، ف يعني ازاي تطلب مني كده؟ فبدأ المسيح يقول لها ده انت لو تعرفي مين اللي بيطلب منك، ده انت لو تعرفي ان انا اقدر اديك الماء الحي اللي يشرب منه ما يرجع ما يعطش ابدا، ده انت لو تعرفي ان انا المية اللي بديها ديت اللي يشربها تجري من بطنه ماء انهار حية، لو تعرفي كل دوت ما تبقيش ايه خايفة ولا تبقي قلقانة ولا تسأليني هذا السؤال. فبدأت الست ايه
تتدرج في معرفتها بربنا. أول حاجة تقول له إيه؟ أنت يهودي. بعد كده لما بدأت يعني تتكلم معاه شوية بشوية تقول له يا سيد، يعني من شخص يهودي عادي إلى إيه؟ يا سيد. وبعدين تقول له البئر عميقة، أنت هتجيب إزاي؟ هتتصرف إزاي؟ هو أنت عظيم زي أبونا إبراهيم؟ وأنت أعظم من أبونا إبراهيم؟ يعني اللي بيحفر بير دوت محتاج معاه أدوات عشان يجيب المية من جوه، لكن أنت هتطلع المية كمان وتدي مية بتشبع ومن غير من غير من غير أي تولز معاك، من غير دلو ولا من غير أي حاجة تشيل بيها المية؟ هو أنت أعظم من أبونا يعقوب؟ وبعدين ترجع بقى كمان شويه لما نسمع شويه في الكلام تقول له الله، ده انت نبي، ارى انك نبي. وبعد كده يفتح عينيها المسيح ان هو ايه؟ هو المسيح. رد فعل السامريه للتديك ده الحقيقه رد جميل قوي. في الاول السامريه دي كانت بتمثل كل انسان مرتبط بالعالم ومش شبعان في العالم. عارفين لما يقول ايه في الجامعة اصحاح واحد، يقول ايه؟ يقول كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن، الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. يعني الانسان عمال يلف ويدور، عمال يلف رايح جاي رايح جاي ومش شبعان. الانسان المربوط بالعالم مش شبعان. كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس ايه؟ ليس بملآن. خلينا كده بقى معلش نرجع نربط تاني السامرية بالأحداث اللي حوالينا دلوقتي. العالم لا يشبع والسامرية كل يوم جاية عشان تملى المية. السامرية متخيلة إن هي ملكت كل ما تشتهيه لما اتجوزت خمسة ومعاها دلوقتي السادس، وحاسة إن هي كده يعني خلاص مش عاوزة حاجة تاني. السامرية حاسة ان هي مش محتاجة حد يبقى معاها في رحلتها كل يوم من المدينة من سخار الى البير، مش حاسة بوجود او باحتياجها لوجود حد حواليها. السامرية مش حاسة ان في مشكلة ان هي تروح ايه كل مرة وترجع رايحة جاية علشان تاخد المية بتاعتها. نربطها بقى بأحداثنا النهاردة. العالم ما بيشبعش. النهاردة كل إيه؟ يمكن في أول الأزمة ديت الناس كلها خايفة إلا هيحصل. الأول الناس خافت من ناحية الصحية، وبعدين بقوا يخافوا، خايفين كمان دلوقتي من الاقتصاد. ياه، ده الاقتصاد مش بس بينهار، ده يعني مش بس بيقع، ده بينهار. إحنا خايفين من اللي هيحصل بكرة. طب نعمل إيه؟ العالم مش شبعان. العالم جات له فترة، أو العالم اللي احنا فيه حاليا، يظن أن الإنسان هو المتحكم في كل شيء. وجود التكنولوجيا، وجود الحياة السهلة اللي بقت محيطة بينا كده، خلت الإنسان حاسس أنه خلاص احنا ماشيين أمورنا بحالنا. يمكن ربنا لو يعني ربنا يمكن موجود لكن ما بتدخلش في حياتنا، ما ملهوش أي إمباكت، ملهوش أي تأثير في حياتنا. بدأ العالم يجي له هذا الإحساس. والمحزن كمان مش بس العالم اللي هم الناس البعيدة عن ربنا، الأمم أو الناس اللي هي لا تؤمن باسم السيد المسيح، لكن الحقيقة أن بدأ هذا الفكر يدخل إلى حتى المؤمنين، أنه يتناسى وجود الله، يتناسى عمل الله، يتناسى أن الله ضابط الكل. ده الوضع اللي العالم كان فيه. يمكن ربنا سمح بالتجربة اللي احنا فيها علشان إيه؟ عشان نوقف كده وقفة مع نفسنا وقول لا، ده فعلا في إله. ربنا وقف مع المرأة السامرية ديت وحطها قدام نفسها لما بتقول له ليس لي زوج، أنا مش شبعانة، ده أنا مفيش زوج. قال لها لا لا لا، خلي بالك، أنت حسنا قلتي، أنت إنسانة كويسة أن أنت بتعترفي، بس خلي بالك، ده أنت كان لكي خمسة ولا معك دلوقتي ليس زوجك. أنت قلتي بالصدق. حطها قدام نفسها، ما طلعهاش أن هي قديسة، هي بالعكس هي عايشة في الخطية، لكن في نفس الوقت ربنا أظهر لها الخطية والضعف اللي هي فيه. أظهر لها الخطية والضعف اللي هي فيه.
ويمكن ده اللي ربنا عاوز يثبته لنا دلوقتي. انت فاكر ان انت كإنسان وصلت لكل حاجة، وصلت ان انت مش محتاجني، طب اهو حتة فيروس صغير قد كده هيخلي بقى مش بلد ولا دولة تلف حول نفسها، ده العالم كله بيلف حول نفسه، العالم كله بيقفل بسبب ايه؟ حتة فيروس ايه صغير. ده بسبب الفيروس دوت حرمنا من وجودنا في بيت ربنا. احنا ما كناش نتخيل ابدا ان ده ممكن يحصل في يوم من الايام، ان احنا نتحرم ان احنا ندخل ونقف قدام ربنا ونحن نتناول وناخد من جسد الدم. لكن ربنا سمح بتجربة علشان ايه؟ يقولك بس اقف قدام نفسك وخلي بالك انت في احتياج، انت في احتياج. لو قلنا ان السامرية هي كل واحد فينا، نقول ان العالم برضو هو ايه؟ كل انسان بعيد عن الله. تعالوا كده بسرعة في 5 أو 10 دقايق عشان ما اطولش عليكم، نشوف موقف الله من السامرية، واشوف موقف السامرية من الله، وموقفي انا كانسان دلوقتي. موقف الله من السامرية، موقف الله من العالم. الانجيل يقول لنا كان لابد له ان يجتاز السامرة. يعني يا ربي انت كان خلاص يعني مش هتقدر تعدي من اي مكان تاني الا السامرة؟ دي حتة اليهود ما بيحبوهاش، لكن ربنا حط على نفسه هذا البردن ان هو كان لابد ان يجتاز من السامرة. كان لابد ان هو يهيئ الظروف، زي ما حكيت لكم 12 واحد يبعتهم يجيبوا شوية اكل، اللي كان ممكن يروح يجيبهم 2 3 4، لكن بعت الكل علشان هو ينفرد بالنفس الخاطئة ديت ويردها إليه. بدأ هو اللي بدأ الكلام، بدأ وإدالها مظهر إن هو المحتاج. إحنا يا جماعة لما نيجي نفكر كده تلاقي يقول لك الكنيسة بتجري ورا الناس ليه؟ هو الكنيسة محتاجة إن الناس تبقى فيها؟ هو ربنا محتاج إن إحنا نمشي وراه؟ محتاج ربنا إن إحنا نقف قدامه ونصلي له؟ إحنا حتى بنقول في القداس لست أنت المحتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى إيه؟ ربوبيتك. ربنا ظهر أمام السامرية بمظهر إيه؟ الإنسان المحتاج. والله إلى الآن بيظهر قدام الناس إن إحنا أنا محتاج لك تيجي، محتاج لك تيجي وتقعد في حضني، محتاج لك تيجي وتقعد معاي. زي المرة الحد اللي فات أبو الإبن الضال، الأب يظهر بمظهر إن هو المحتاج، واقف على الباب كل يوم مستني ابنه، هو اللي محتاج. لكن في الحقيقة مين اللي كان في احتياج حقيقي؟ هو الابن الضال. مين اللي كان في احتياج حقيقي انه يفوق لنفسه؟ هي المرأة السامرية. مين اللي في احتياج حقيقي انه هو يفوق لنفسه؟ هو انا وكل واحد فينا نفوق لنفسنا ونشوف ونراجع نفسنا ونراجع عبادتنا، هل هي مرضية امام الله ولا احنا فيه في سرا بنعمل اشياء تغضب قلب الله. هو ده الربط، موقف الله مننا، موقف الله من السامري. يظهر بمظهر المحتاج والضعيف، محتاج ان انا اقف اصلي له، لكن في الحقيقه انا اللي محتاج ان اقف اصلي. لما ربنا يفتح معاها الكلام يديها رجاء ويقبلها بكل عيوبها. حسنا قلت بالصدق. يمكن اول مره واحد يمدح الست دي، يمكن اول مره واحد يقول لها انت ست صدق. واحدة ضحكت على 5 ومشي مع السادس والمسيح لها ايه؟ ده انت انسانة صادقة. يا سلام، ده كلمة انا متهيئة لو انا مكانها مش هصدق ان انا بسمعها. واحد بيشكر فيا وانا بهذه الوحاشة. هو ده ايه؟ هو ده موقف الله من كل واحد فينا. ربنا ما بيبصش للوحاشة اللي فيا، بيبصلي من خلال دم الصليب، بيبصلي ان هو دفع فيا دمه الغالي. هو بس منتظر ان انا ارجع له. مهموش أنا وحش، مهموش أنا متطرب، مهموش أنا متوسخ، لأن كل ده هيتغسل في دم الصليب، كل ده هيتغسل في دم الصليب. المسيح بينظر إلى كل واحد فينا زي ما بينظر المرأة السامرية دلوقتي، يدينا رجاء. لا تعالي، ده أنا لديك تشربي، ده أنا لديك مية غي ينبع من بطنك ماء أنهار حية. يقول لي مش أنا هخليك بس تشبع، ده أنا كمان هخليك تشبع اللي حواليك. مش بس أنت تشبع، ده أنت تشبع وبيتك يشبع وصحابك يشبعوا، كل اللي يعرفوك ايه يشبعوا. يكشف لها الضعف ويكشف لي الضعف بتاعي. ما هو انا كل ما اقرب لربنا واشوف حلاوة ربنا وقارنه بنفسي اقول يا اخ ده انا فعلا يا رب، ده انا ما سويش حاجة جنبك، ده انت فعلا يا رب انت حلو وانا اللي ايه، انا اللي وحش.
يكشف لها ازاي تعبده، يكلمها عن العبادة الحقيقية، يقول لها ايه؟ الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. يعني ايه بالروح والحق؟ لما يرجع يقول لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. الله ما يهموش الاعمال الجسد، ما يهموش الجسديات، الله يهمه قلبي فين، روحي متعلقه بيه ازاي. هو ده ايه؟ هو ده ربنا، هي دي العباده الحقيقيه. نشوف بقى موقف السامريه، موقف كل انسان كده بيسمع هذا الكلام الجميل بيعمل ايه. اول حاجه زي ما قلت لكم ان هي تدرجت من واحد يهودي ما عندهاش معرفه بيه لواحد يا سيد لحاجه كبيره كده، وبعد كده تقول له الله ده انت عظيم، وبعد كده ترجع تقول له الله ده انت نبي، وبعد كده تقول له انت ايه، انت المسيح، انت المسيح. موقف السامريه ان هي تدرجت في معرفتها بربنا، تدرجت في معرفتها بربنا. انا كمان وانت كمان محتاجين ان احنا نتدرج في معرفتنا ربنا، محتاجين نعرف ربنا. ونقول كده مع بولس عرفني الطول والعمق والعرض والارتفاع، عرفني بيك يا رب، انا عاوز اعرفك، عاوز اعرفك. بدات تسال عن عن المسيح. الغريب بقى لو تراجعوا الانجيل يقول لك ايه، هو ما عادش يحكي لها عن نفسه. يعني هو بعد كل الكلام ده كله ما عادش يحكي لها عن نفسه، قال لها ايه؟ قال لها لما بتقول له مين هو ده المسيح، قال لها ايه؟ انا الذي اكلمك هو. صدقوني كده ارجعوا للانجيل، ما قالش غير الكلمه ديت. عملت ايه بعديها؟ سابت الجره بتاعتها وراحت، رجعت سخار مدينه السكره، ناس السكرانه، مدينه البعيده عن ربنا، وقال لها ايه؟ وقالت لهم ايه؟ انسانا قال لي كل ما فعلت. كلمه واحده لمس قلبها، قال لها انا الذي اكلمك هو. ده كله ليه؟ لان هي قبلت وفتحت ودانها وفتحت قلبها ان هي تسمع له. بدات تدور من هو المسيح، من هو المخلص. بطلت تفكر في الارضيات، بطلت تفكر في احتياجها للميه، وهي عاوزه نوعها الميه ايه اللي بيديها وهتدهاني ازاي، بطلت تفكر في كده. ربنا نقل اهتمامها من الاهتمام الارضي واهتمام الجسد بالميه والشرب والاكل واللبس والكلام ده كله، نقل اهتمامها من كده لايه؟ للخلاص. انا كمان وانت كمان مطلوب مننا ننقل اهتمامنا من الارضيات، ننقل اهتمامنا من هناكل ايه؟ نشرب ايه؟ الاكوني من بكره هيكون شكله ايه؟ بكره هنشتغل ولا ما نشتغلش؟ بكره هيجينا فلوس ولا ما يجيلناش؟ ننقل اهتمامنا من كده الى ايه؟ الى الاهتمام بالخلاص. ده فيه مخلص، ده فيه المسيح الرب، ده فيه الله الذي تجسد وجه علشاني وعلشانك. انقل اهتمامي من الارضيات ومن حاجات الجسد، لان كده كده حاجات الجسد هيديها، ده بيشرق شمسه على الابرار والاشرار، حتى الاشرار ربنا بيدي لهم. انا ما اهتمش بالحاجات دي، انا اهتم بايه؟ بخلاصي. وقت ما هو قال لها انا الذي اكلمك هو، اول ما قال لها كده انا الذي اكلمك هو، فهمت خلاص. ومش كده وبس، دي تحولت الى انسانه عظيمه. انا هفكركم بحاجه بسيطه قوي. احنا بنقرا في يوحنا 4، احفظوا دايما الشاهد ده، يوحنا 4 لقاء المسيح مع السامريه. يوحنا 3 كان لقاء المسيح مع نيقوديموس. يوحنا 3 كان لقاء المسيح مع ايه؟ مع نيقوديموس. نيقوديموس ده كان معلم وكان راجل كبير وكان بيؤمن بالمسيح، بس كان بيروح كده في السر خايف يعني للناس. وقعد كده، لو ترجعوا ليوحنا 3 قعد كده حوار طويل عريض بيتكلم عن الروح القدس، والمسيح يحاول يفهمه، يقول له انت لازم تولد من الماء والروح، والراجل يقول له يا اخي انت عاوزني ارجع في بطن امي تاني وتولد؟ مش قادر يفهم. وحتى لما فهم واقتنع او حاول ان هو يفهم ما راحش يقول لحد على المسيح. النهارده بقى في الاصحاح الرابع، المراه الخاطئه الوحشه ديت اول ما قال لها انا هو الذي اكلمك، حصل ايه؟ حصل ايه؟ جريت على طول تبشر بهذا المسيح، داقت المسيح، عرفت معنى الخلاص، عرفت معنى محبه ربنا ووجوده في حياتها. هو ده المسيح، هو ده المسيح الحلو اللي لما تقول له يا رب ده في ده وتقول له يا رب انا بفتح لك قلبي، غير قلبي وغير حياتي وغير اهتماماتي واديني الطمانينه والراحه، تلاقي على طول ايه؟ تلاقي على طول كده لمسه كده من عنده تحولك الى انسان كارز، تكرز جوه بيتك في اليهوديه والسامره والاقصى الارض، تبقى سبب فرح لنفسك ولبيتك
وتسبق طمأنينة لنفسك ولبيتك وللناس اللي حواليك. الست دي تركت جارتها، تركت كل اهتمامها العالمي. الناس الآباء بيقولوا لنا إن الجارة دي إشارة إلى الخطايا السابقة، سابت كل الخطايا، سابت كل ما كان بيشغل انتباهها، وكانت سابت كل البريوريتيز بتاعتها اللي كانت الأول، وإيه وسابتها، سابت الكلام ده كله، تركت جارتها وتركت الجارة دي كانت جاية شايلاها على كتفها وتعبانة طول السك، سابتها مش عاوزاها. ذهبت إلى المدينة عشان إيه؟ تبشر بمين؟ تبشر بالمسيح. الحقيقة بقى المرأة السامرية لما راحت عملت إيه؟ كل اللي قالته، قالت لهم تعالوا انظروا ألعل هذا هو المسيح. إنسان قال لي كل ما فعلت، إنسان بيكشف أعماق القلب. ونقرأ بقى القصة الجميلة، إن الناس خرجوا وراها، الناس خرجوا وراها بسبب الكلمتين دول، وجم عشان يشوفوا المسيح. وبعدين قالوا لما سمعوا كلامه قالوا طب ما تيجي تقعد عندنا يومين. وبعد ما قعد قالوا لها، يقول لك الإنجيل يقول لك كثيرون آمنوا بالمسيح. ورجعوا بقى يقولوا لها إيه، خلي بالك آخر آية إحنا قريناها، يقول لك إحنا ما آمناش بالمسيح عشان الكلام اللي أنت قلتيه. مش ما بنناش بالمسيح عشانك انت، احنا بينا قابلنا المسيح عن ايه؟ عشان ايه؟ احنا نفسنا سمعنا ودقنا ايه؟ ودقنا المسيح. خليك كده سبب بركه للناس اللي حواليك، وصل رساله المسيح، وصل رساله المسيح. قول لهم كده يعني مع المزمور كده يقول لك ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. وصلوا هذا الكلام، وصلوا هذا الكلام، ذوقوا وانظروا مع هذا ما أطيب الرب. وصلوا المسيح الحلو، ما توصلوش صورة المسيح الوحش اللي هو بيدور على الـ 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 الانتقام، ولا صورة المسيح اللي هو ساعات احنا بنمثله قدام الناس اللي حوالينا. لكن انظروا، انظروا ايه؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتكئ عليه. كمان وصلهم رسالة بتاعت أعمال تلاتة، يقول ايه لما القديس بطرس وقف قدام اليهود يقول لهم توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. ان كان العالم دلوقتي في تعب، ان كان دلوقتي في كرب في شدة، ان كنا خايفين، خليك رسالة طمأنينة وقول لهم ايه، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. والنتيجة بقى لتمحى خطاياكم ايه بقى؟ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. احنا نصلي ان ربنا يخلي كل واحد فينا مثل هذه المرأة السامرية اللي أصبحت إنسانة كارزة ومحبة، ووصلت المسيح، وصلت الناس إلى المسيح، وجابتهم عند أقدام المسيح. وصل للناس المسيح بالمعاملة الكويسة، بالإيمان الصادق، بالأعمال اللي تليق بالكرامة بتاعت أولاد ربنا، بإن إحنا ننشر الطمأنينة. العالم كله قلقان، لكن إحنا نقول لهم إيه؟ ثقوا أن هناك إله ضابط الكل، ضابط الكل. وثقوا إن إحنا لما نرجع وننظر إلى هذا الإله، دي مسج إحنا واخدينها على عاتقنا كمسيحيين، نحن نقول لهم توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. دي مسج إحنا بناخدها على عاتقنا كمسيحي، تقول للناس إيه؟ بص ده في ربنا في السماء. حتى الإنسان غير المؤمن بالمسيح ولا غير المؤمن بوجود الله، تقول له توب وارجع لتمحى خطاياكم، وكل نتيجتها تأتي أوقات الفرج من قبل الرب. الفرج هيجي من عند ربنا، الحل هيجي من عند ربنا. لسه امبارح كنت بسمع قصة الاختراع مرض البنسلين، ان الكسندر فليمنج بالصدفة البحتة هو اللي اكتشف هذا المصل. عن طريق ايه؟ عن طريق انه المعمل بتاعه كان فيه شباك مكسور، فدخلت فطريات على العيش اللي كان نسيه في المعمل، وعملت اللي هو العفن اللي على وش العيش. واللي يجيه بعد كده الكسندر فليمنج استخرج منه البنسلين اللي صار اول علاج لمرض التهاب الشعب الهوائيه ومضاد حيوي، بينقذ كثيرين من الموت.
ربنا سمح بهذه الصدفة علشان عن طريق إنسان بسيط يكتشف علاج للبشرية. كورونا فيروس بنعمة ربنا هتلاقي برضو ربنا هيسمح لإنسان ويسمح لمؤسسة هيسمح لحد كده إن هو يكتشف حاجة لعلاجه. بس إمتى؟ لا إمتى؟ لما يسمح إيه؟ لما تأتي أوقات الفرج من عنده، هو هيفرجها في الميعاد المناسب وفي الوقت المناسب ومع الأشخاص المناسبين، لأنه هو ضابط الكل. رسالتنا نوصل الطمأنينة للناس ونفهمهم أن الله محب للبشر وليس منتقم، لكن إن كان في بعض الأحيان كده بيسمح بتجارب، بيسمح بوقفة كده مع النفس بتبقى سببها أنه يفوقنا ونحن نرجع ونتوب ولكي تمحى خطايانا. ربنا يدينا كلنا ان احنا نكونها مثل هذه المرأة ويدينا توبتها الصادقة ويخلص العالم من التعب ومن البلايا ومن الأوبئة. بنعمة ربنا انا اطلب من كلكم ان احنا stay connected، خلينا connected online لغاية ما ربنا يعدي الفترة ديت وما يحرمناش من بيته ونرجع نصلي مع بعض في الكنيسة وناخد بركة بعض في وجودنا، ناخد بركة ربنا معانا وجودنا في محضر ربنا. الساندي سكول، الخدام بتوع الساندي سكول بنعمة ربنا منظمين حاجة كويسة خالص، أنا عاوز كل الشعب يشارك فيها، إن إحنا كل يوم هنصلي مع بعض من الساعة 8 ل 8 ونص، هنصلي صلاة الغروب وصلاة النوم كلنا مع بعض. لو كان في حد أونلاين تبقى بركة كويسة نصلي مع بعض، لو ما فيش يبقى كل واحد في بيته مع أولاده نصلي مع بعض من 8 ل 8 ونص صلاة الغروب وصلاة النوم. في نفس الوقت المذبح العائلي اللي هو بنلتف كلنا حوالين كلمة ربنا، الأسبوع دوت احنا بعتنا على الويب سايت، على الأسف على الواتساب جروب بعتنا وعلى الفاميلي جروب مسابقة كانت عاملها اجتماع الأسرة في صفر محامية. المسابقة دي مش غرضها ان احنا في الآخر نوزع هدايا، المسابقة دي غرضها ان احنا نرجع المذبح العائلي مرة تانية مبعوتة بالانجليش ومبعوتة بالعربي، نقعد نقرأ المسابقة ديت مع بعض. هتلاقي اسئلة مختلفة بين العربي والانجليزي عشان نكفر كل القصة بتاعت نحامية. نتناقش مع بعض، الخدام يبعتوا لبعض، الشعب كله كده نهتم ان احنا نقرأ قصة نحامية واعادة بناء اسوار اورشليم. احنا محتاجين نرجع نعيد بناء اسوار قلوبنا اللي هي اورشليم الحقيقيه. فنقرا سفر نحمي 13 اصحاح نقراه خلال الاسبوع دوت، وبنعمه ربنا يمكن على الخميس الجاي او الجمعه هنبعت مسابقه جديده من سفر دانيال. فانا يعني اطلب منكم كلكم جمعوا اولادكم حواليكم، اقروا المسابقه، حلوها. ما وعدش بجوائز دلوقتي، لكن الجائزة الحقيقية ان احنا نرجع مع بعض تاني المذبح العائلي. ربنا ينقذنا ويخلص العالم ويخلص الكنيسة من البلايا والأوبئة وكل شر او شبه شر. لو في اي اسئلة يعني ممكن حضراتكم تكتبوها موجودة يعني على الشات تحت، لو في اسئلة تحت امركم، لو ما فيش يبقى اترككم بسلام وربنا معكم. نصلي ابدا لازم مع بعض، لو في حد يعني بيحتاج ان هو يكتب سؤال يبقى في الفترة ما بنصلي، لو ما كانش يبقى يعني اترككم بسلام. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حبيب نفوسنا مقدسنا الصالح يسوع المسيح، نشكرك يا رب ونعظم اسمك، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي سائر الاحوال. نشكرك يا الهنا لانك اله محب ومبارك وقدوس، نشكرك يا ربي لانك تكره الخطيه لكن تحب الخاطئ، نشكرك يا الهنا لانك بتدور علينا زي ما بتدور على المراه السامريه، نشكرك يا الهنا لانك واقف ومنتظر رجوعنا إليك، نشكرك لأنك تسمع دائما وتستجيب. نحن نثق يا ربي أنك تسمع لصلواتنا، تسمع يا ربي لتضرعاتنا، نثق يا ربي أنك حال وملائكتك حال بين أولادك وبين خائفيك. نتضرع إليك يا ربي أنك تحافظ على شعبك كل أولادك يا ربي،
كل ولادك الملتجين إليك والواقفين ينظرون نحوك. نتضرع إليك يا ربي إنك تسامحنا وتعيننا يا ربي على خلاص نفوسنا. تقوي يا ربي كل عبيدك على عبادتك وعلى ما هم يقدموا محبة ويقدموا توبة طاهرة. تعطي يا ربي طمأنينة للعالم، تعطي يا ربي مزاجا حسنا للهواء، تعطي يا ربي أمان وسلام لكل ولادك ولكل العالم. ارفع يا رب علينا الوباء والغلاء وسيف الأعداء. بارك يا رب على كل شعبك، بارك يا رب على ولادك الواقفين أمامك. ترأف يا رب علينا بشفاعة القديسة الطاهرة مريم والشهيد العظيم اللي جلس كل المساء القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اسمعني يا رب لما أقول لك بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، شئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عظيم واغفر لنا ذنوبنا في طريق في طريق. ربنا معاكم. أنا جاي لي هو سؤال واحد اللي ظهر قدامي. Can we have communion somehow؟ Unfortunately طبعا الكوميونيون ده بيبقى بعد ما بنحضر القداس، فطبعا حاليا ما فيش قداسات. احنا نصلي ان ربنا يسمح لنا ان احنا نرجع ونبتدي نصلي قريب. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، يعني ممكن بكرة يقولوا لنا ارجعوا صلوا. لو في اي فرصة ان احنا نرجع نصلي وناخد ونعمل قداسات بنعمة ربنا، طبعا هيبقى فيه تناول وبطريقة او باخرى، ان كان الناس هتحضر معانا سواء بعدد محدد سواء نطلع نناول في البيوت، نشوف اللي ربنا هيسمح بيه. احنا منتظرين كلام ربنا يعني كلمة الروح القدس على يعني فم ابائنا الاسقفة وابونا البطرك، منتظرين يعني السماح بان احنا نبتدي نصلي مرة تانية. نصلي ان ربنا يقصر هذه الايام. انا شايف ان مفيش اي اسئله تاني. ربنا معاكم و في سؤال بيقول السيد المسيح قال اما نحن نسجد لما نعلم، كيف يقول المسيح نحن؟ السيد المسيح لما المراه السامريه كانت بتتكلم معاه كانت بتنظر له ان هو انسان يهودي، فهو كان بيكلمها من منطلق او من مستوى اللي هي فهماه، انت سامريه واحنا يهود. هو كان بيتكلم عن اليهود. هي كانت بتقول له احنا بنسجد في الجبل دوت اللي ابونا يعقوب اداه ميراث لاولاده، وهو كان بيقول له وانتوا بتقولوا يا يهود ان السجود في اورشليم، فايه الصح وايه الغلط؟ فهو المسيح كان بينزل الى مستواها، يقول لها انت شايفاه كيهودي فبتتعامل معاه بيتعامل معاها كواحد من اليهود، لكن هو فعلا يعني اظهر لها وقال لها لا ده الساجدون الله يطلب الساجدون الحقيون اللي هو الساجدون بالروح والحق، مش فكره بقى في اورشليم ولا في جبل جرزيم، لكن فكره ان هو نسجد لله قدام هيكله المقدس بالروح والحق. فهو كان بيتكلم من مستوى التعامل معاها هي. ربنا يعوضكم كلكم وبليز ستي كونكتد. انا يعني ونيفر يعني لما يجي لي فيدباك على ان احنا النهارده قدرنا ان احنا نتواصل مع بعض نعمه ربنا، هنحاول ان احنا يعني نزود هذه اللقاءات، وما كانش كل يوم حد، هنزود برضو بايبل ستادي بالانجليش وبالعربي لغايه ما ربنا يسمح ان احنا نتقابل وجه لوجه. ربنا معاكم ولله كل مجد وكرامة منذ الآن وإلى الأبد آمين. سلام ونعمة. ربنا يحفظ عليكم وصلاتكم. سلام.